وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية، بين أن الله لم يسلم كونه للذين زرأهم من الجن والإنس للنار، لأن ما دام الله قد زرأهم للنار فلا يعملون إلا إفسادا في الأرض، وما دام لا يعملون إلا إفسادا في الأرض أيترك الله ملكه والخلافة فيه للمؤمنين الصالحين لأمثال هؤلاء؟ فقال لا اطمئنوا، فإنني كما زرعت لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم كذا ولهم كذا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع وأن يصنع الشر. واحد يقول له لزمته إيه ده؟ ما لزوم هذا في كون خلقه الله على هيئة محكمة؟ نقول لولا أن الناس يضارون بالشر ما تنبهوا إلى حلاوة الخير. فإذا لو أن الإنسان لم يصب من أصحاب الباطل بسوء ما تحمس للحق ولا عرف أن الحق يجب أن يتأصل في الوجود. إذا فالشر رسالته إيه في الوجود؟ أن يهيج إلى الخير. مهمة الشر أن يهيج إلى الخير. فكما زرأ الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في الحكم. عدلا في القمة وهو أن لا يشركوا بالله شيئا، لأن أول مخالفة لقضية العدل الشرك، لأنه ظلم عظيم، نقلت الأمر من مستحقه إلى غير مستحق. كذلك تحريم ما أحل الله أو حل ما حرم الله، كل ذلك ظلم. كذلك الحقوق بين الناس، أن الحقوق بين الناس إن لم يحصنها عدل من حاكم وولي ومسلط، كل واحد يضن بجهده في الحياة ويصنع على قدر حاجته فقط، لا يترك للظالم أن يأخذ منه شيء، يبقى يدوب كده من إيه البوء. فإذا ما حدث ذلك فالضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الإنتاجية وهم يستهلكون في الحياة، من أين يعيشون؟ إذا أراد الله أن يضمن بالعدل عرق كل واحد ويقول له إن ما تكسبه من حل هو ملك لك، لله حق فيه وأنت لك الإيه؟ وأنت لك الباقي. لماذا؟ حتى يكون الضعيف الذي لا يقدر على حركة الحياة يجد له من يقوده. ويقول له انك اياك ان تستكثر ان تدفع للضعيف. لماذا؟ لان قوتك التي اتيت بها بالمال عرض لا يدوم لك، فان اخذنا منك وانت قوي قادر على الحركة سنأخذ لك من غيرك ان كنت عاجزا لا تقدر على الحركة. فذلك هو التأمين والعدالة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها فيكم، أي في أمتكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكلمة هنا للناس ما يجعلش خيركم للمؤمنين بس، خيركم للناس جميعا مؤمنا أو إيه أو كافرا. وممن خلقنا أمة يهدون، قلنا أمة ليه؟ أنك لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع في واحد، بل كل واحد يأخذ لمسة من خير، هذا فيه ذكاء وذاك فيه شجاعة وذاك عنده مال وذلك له خلق وذلك، كل واحد حتى. إنما كلمة أمة فكأن الأمة المحمدية وجد في أفرادها ما يجمع كل المواهب الصالحة للخلافة في الأرض. مقابلهم ايه؟ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ايه اللي يقابلهم؟ ان والذين، لان مجيء الشيء بمقابله ادعى الى ان يتمكن من النفس. لما تيجي تقول ده فلان كريم وفلان مش عارف ايه وفلان، وبعدين تقول اما فلان فراجل بكير، تقوم تجيب المقابل يعمل ايه؟ يحشر الايه؟
يحصل تحصل المفارقة. والذين كذبوا بآياتنا دول مقابلين لمين؟ لمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدل. المقابل لهم ايه؟ والذين كذبوا بآياتنا. وقلنا آياتنا جمع آية، وقلنا الآيات اللي في الكون ثلاثة آيات تنظر لتهتدي بها إلى من صنع ذلك القول بذلك تلك الدقة وذلك الإحكام. آيات تلفت، قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر. طيب، وآيات أيضا تخلق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، وآية قرآنية تحمل منهج الله. فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخر، وآيات معجزات لصدق النبوة كذبوها، وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها. والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم؟ أول حاجة يروح ندخلهم النار، ده أول حكم يجي على البال كده، لأن دول كانوا بيقولوا الجنة يبقى دول لهم إيه؟ أم قال لك لا، لهم عذاب أقرب من ذلك. أقرب من ذلك يعني فين؟ في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري الذي لا يؤمن بحياة الآخرة ماذا يصنع؟ يستشري. انما اللي مؤمن بالاخره هو اللي هيبقى مؤدب في الكون وحركته حركه جميله، انما اللي مش مؤمن بالاخره بيعمل ايه؟ يعربد في الكون. فنقول لا، لازم نجي له ايه؟ حاجه في الدنيا كده. وان للذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني اقرب قبل الايه؟ قبل الاخره. لكن ربنا بيتكلم بقى عن الحكايه بتاعت الدنيا بقى. سنستدرجهم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شوف نستدرج، انت لما تقول انا استدركت فلان يعني استدركته، قعدت كده تحتال عليه وتجيبه شويه 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 لحد ما يقرب، زي وكيل النيابه ما يقعد يحقق ويا المجرم ويجيب له من هنا ويجيب له من هنا ويسال لحد ما يطببه في ايه؟ في الطب. ادي الاستدراج. يبقى الاستدراج من الدرج، الدرج اللي هو السلم، السلم ده وسيله للانتقال في قاعدة العلوم من أسفل إلى أعلى ومن أعلى. ليه؟ لأن مش ممكن واحد يعمل خطوة من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الأول حتى، وهم يعملوا له إيه؟ يعملوا له مستويات متعددة. المستوى المتعدد ده يعملوه على وفق الحركة العادية للنفس، حاجة من آخر. يقول لك دي يبقى طول العلو الدرجه مثلا 12 سنتي، وعلى قد الرجل كده تبقى 30 سنتي، يعني كل حاجه محسوبه بحيث لما تشيل رجلك كده تنحط ما ترهقش، ما ترهقش النفس، بدليل انها لما تبقى اكتر ترهق الايه؟ ترهق النفس. يبقى اسمه ايه؟ بنستدرج العلو علشان نوصل للايه؟ للعلو. بقى اذا ماخوذ نستدرج يعني ماخوذ من درج الايه؟ السلم. درج السلم ده اما إعلاء وإما إنزال، إعلاء أو إنزال. إلا أنهم خصوا في الآخرة الجنة بالدرجات العليا والآخرة بالدركات. قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجة دي ما نخليش زي اسم الجنة أبدا، هنقول دي درجة ودي إيه؟ إما الإيه؟ الدرك الإيه؟ لأسفل من النار، ما نقولش لهم درجة أبدا، لأن الدرجة دي بتشعر أن له كيان في الإيه؟ في الوجود. سنستدرجهم، قلنا بقى ناخدهم درجه درجه نديلهم ايه؟ نعمه. ولذلك ايه؟ قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادنا له بركه في صحه وبركه في مال وبركه في ولد ومش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله حين يريد أن يعاقب واحدا على قدر جهنه بأخيه الإنسان في الحياة الدنيا يعمل فيه إيه؟ إن أخذوا كده من أول حاجة تبقى الأخذة لينة، إنما يروح من ليله بقى
علشان زي ما قلنا مفيش واحد يقع من على الحصيرة، مفيش. نقوم نعليه بقى علشان ايه؟ زي اللي مسك واحد كده وعمال بايه بيتشكلوا بعض، امسكوا ايه علاه كده، هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر هدر جامد؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى. فلم حتى ايه حتى اذا نسوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرقوا بما اوتوا اخذناهم، عشان تبقى الاخذ اخذ ايه، تبقى تصعب عليه. نستدرجهم من حيث لا يعلمون، لان كل بشر يستدرج بشر، يمكن البشر التاني برضه له ذكاء ويعرف ان دي طعم معمول له، انما لما يكون ربنا هو اللي بيستدرج بقى بالله، حد يعرف حد يعرف عن الحاجه دي؟ يستدرج. ولذلك ادي العله، قال من حيث لا ايه، لان البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض. وبعدين ولذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت هتستريح بي، يعني فهم انك بت ايه بتجرجره في الكلام، انما ربنا حد هيقدر يقول له انت بتسرح بي؟ لا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. الاملاء هو الامهال، هو التاخير، ما ياخدهمش كده مره واحده زي بعض، زي ما قلنا ايه، علشان ساعه الراجل ما يكون الفاسد في المجتمع يعمل اشرار كتير، يقوم اهل الخير يقول لك يا سلام، ده كان الخير ده عمليه الايمان دي ضروريه، ده وقيت الايمان كانت الناس عملت ايه ببعضها، يقوم ده بيعمل ايه في المؤمنين، يديهم يقين بضروره وجود الايه، بضروره وجود الايمان. لكن اذا ما كانش منهم شر الا شر بسيط وربنا ياخذهم بعده، الناس ما ايه ما تتاثرش. واملي لهم ان كيدي متين، اهي دي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون. واملي لهم، ما تفتكرش الاملاء ده اهمال، وانما هو امهال بس، وبعدين ياخذهم اخذ عزيز الايه مقتدر. هنا بقى واملي لهم بيقول لنا واذا كنت ساستدرج وساملي فاعلم ان كيدي متين. كيد يعني ايه؟ احنا كنا قلنا الكيد هو المكر. طب المكر ده ايه عمليته؟ انا عمليه خفيه تسوء الممكور به، يدبر تدبيرا خفيا يسيء الممكور ايه؟ يسيء الممكور به. ليه؟ وتدبير خفي ليه؟ ام قال لك لانه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدفع، يدهم. فاذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم، وحين يدبر الله للكافرين مكيدة أو مكرا، هل يستطيع واحد أن يفهم منها شيئا؟ أدي معنى كيد إيه؟ متين. متين يعني قوس، والمتانة مأخوذة من المتن، المتن هو الظهر، المتن ده هو الظهر، مكون من عمود فقري مش كده عظام؟ العمود الفقري ده لو بس عد كان أي حمل عليه إيه؟ يقول ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده اللي هو العظم حواليه من هنا لهنا لحم، اللي احنا نسميه كده في عرف الجزارين الفليتو، اللي هو ده اللي بنحمي مين علشان يقوى. يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده، اللحم المتين دي، ايه اللي شايله؟ العظم. وايه اللي حامل عظم؟ المتين. يبقى ربنا جعل دي كده ودي كده، عال قوي. ان كيد ايه؟ متين يعني قوي. واذا نظرنا الى كلمه متن نجد المتن هو الشيء العمودي في الاشياء. في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحو، يقول لك ده المتن ده في الفقه، المتن في الفقه يعني كلام موجز زي التلغراف، يجيب الاحكام كده، الذكي يقعد بقى لما يحفظه يقعد يحل فيه، وبعدين تيجي عليه شرح على المات، وبعدين تيجي حاشيه على المات، وبعدين تيجي تكرير على المات. انما الصلب ايه؟ الصلب اللي هو الايه؟ المات. ان كيدي متين. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟
الله. اذا فيه ملكوت او لم ينظروا قبلها يعني او لم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين. المسألة واحدة المرحليات القريبة من البشر الرسول المبلغ والرسول المبلغ غير القوى العليا اللي هي مين. يبقى اول ما يفكر يفكر في الرسول ده صادق ولا مش صادق وبتاع عشان يخدم ايده يوديه لمين لايمان الايه القمة. هم مش عايزين يسمعوا ده فعلشان يوجدون لانفسهم مبررات النفوس عن المنهج يقولوا ده مجنون. يقولوا ايه ما احنا قلنا مرة يقولوا ايه مجنون مرة يقولوا ايه مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا كاهن مرة يقولوا ايه شاعر كل الحاجات دي بيقولوا يوم ربنا يرد على ايه على كل حاجة. قال طيب المجنون ما هو المجنون؟ هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائل. فاقد دي حين يأخذ الله منه هذا قلنا ما هوش اهل للتكليف مش اهل للتكليف. ليه؟ لان التكليف فيه اختيار ان تفعل كذا ان لا تفعل. ايه اللي يرجح بقى يقول فكر يعمل دي ولا يعملش دي لا دي اولى دي احسن. فاذا كان فاقده يبقى ما ينفعش التكليف وياه. ولذلك قلنا الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان الا حين يبلغ بعقل. طب ليه يبلغ؟ قال لك لان حين يبلغ يبقى له ذاتيه مستقله. ذاتية مستقلة عن من عن اهله عن ابوه وعن امه خلاص يبقى في واحد لوحده. ولذلك في لحظة الولد وهو صغير تلبسه زي ما انت عايز وتأكله زي ما انت عايز وتقول له مش عارف ايه وتاخده وبعدين لما يكبر كده يتنع يقولوا عليه يتنع يقولوا لا دي ما عملهاش ما البس دي ما عملش دي ما كلش دي بقت ذاتية. والذاتية دي ايه يعني الذاتية؟ قال لك والذاتية توجد في النبات وفي الحيوان وفي الانسان بمجرد ان الفرد منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاب مثله. يبقى ما دام اتجوز وحده يخلف يبقى بقى ايه بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه واصبحت له ذاتية. طب اذا اصبحت له ذاتية في 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 الانجاب والنسل انما ملوش ذاتية في التفكير ما عندوش العقل لانه يسقط عنه الايه التكليف. طب عنده ذاتيه وله عقل بس فيه قوه ثانيه اعلى منه تقول لا يا ابني ليه ما تعملش دي يبقى مكره. يبقى التكليف سقط عن كم واحد الذي لم يبلغ المجنون المكره. المكره بايه باقوى ايه باقوى منه. يبقى ده سقط مين دي العداله بقى هذه هي عداله الايه عداله الجزاء. وقلنا ان ساعة الواحد ما يكون له ذاتية خلاص حبله بقى على غربه. ولذلك قلت لكم زمان انك من عجائب التكوين انك انت في الفاكهة مثلا اذا جبت بطيخة والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها قرعة تلاقي لبها ايه شكله ابيض ولما تكون مستوية يبقى لبها ايه شكله اهي ما استوتش وبقت حلوة الا لما البذرة اللي جواها اتربت بحيث لو خدتها كده تزرعها تطلع شجرة. كذلك الانسان كذلك الايه الانسان بدل بقت ذاتية قادر على انجاب مثله يقول له خلاص. الثمرة حين تنضج وتنم البذرة بتاعتها كانت خوخة ولا منجاية ولا مشمشة ولا اي حاجة ان لم تقطفها انت سقطت لك. تقول انا اديت ايه انا اديت مهمتي من البذرة استوت ونقدر نبقي النوع بان ناخد البذرة دي نعملها. شوف ازاي ربنا حرس الكون بقيوميته. طب تقول له بقى تعالى المجنون ده هو فاقد الميزان العقلي اللي بيختار بين البديلات. طب شوفوا بقى محمد عليه الصلاة والسلام في وسطكم قال اهو فاقد ميزان الاختيار بين البديلات ده بالعكس ده انتم اللي عندي حاجه نفيسه منكم مع انكم كافرون به ما تعينوهاش اللي عندي مين؟ الله بقى الحاجه اللي تهمكم ايه؟ تودوها ايه؟
تودها عنده. وده ليه؟ لان الخلق الفاضل خلق ذاتي مش معاني اضافية. خلق يعني خلق، بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتديت عليه امام واحد ثم قاضاك فقلت للشاهد اللي شاف يا اخي انا راجل كبير وحتشغل انا مش عارف ايه يعني بده ايه، فان عز عليك وقال لك لا ما تطلبنيش ان رحت للمحكمة او للقاضي هقول اللي حصل خلاص كده. وبعدين في يوم من الايام جيت شاهد ده امامك وانت حكم في قضية، تحترم شهادته ولا ترفضها؟ تحترم شهادته. وان كان جه وياك ومشي وبعد ذلك جاء شاهد في قضية اخرى تقول لا اطلاق، وان كان امر يا امه تختار مين؟ اختار. احنا قلنا زمان اذا كان ثلاثة اخوان وملتزمين بمنهج الله، وبعدين لما كبروا كده في دور المراهقة وبتاع وحاجات زي دي، اتنين منهم مشوا على حل شعرهم وواحد ظل ايه مستقيم، يقولوا تعالوا نقعد على ما يرضاش، تعالوا نروح نحترم ما يرضاش، يقولوا لا مش عارف ايه مراد ما يرضاش، يقولوا بيسموه ايه يعني في عرض كده يسموه جردل، ده مقطف يقلفوا عليه. وبعد ذلك الاثنين اللي نايمين على حل شعرهم، قلنا واحد منهم عنده اخت، جه زميله اللي داير وياه على حل شعره وخطبها منه، وجه اللي بيقول عليه جردل ده وخطبها يديها لمين؟ يديها للجردل. اذا القيم هي الايه؟ هي القيم. حتى ولذلك يقول لك ايه؟ شاهد الزور صحيح يرتفع راسك على الخصم بشهادته. مش ده اللي بيحصل؟ ما هو شيء الزور والمحكمة خدت بكلامه، يرتفع رأسك على الخصم بإيه؟ وتدوس قدمك على كرامته. الله نعم. ولا وهو نعم. فإذا كنت كده أنا عايز تقوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي. ليه؟ لان حكم الجماهيري والغوغائي ده يدانا فيه ان حصلت حاجة مخالفة اقول لك ده مش انا ده هو اللي قال، ما نعرفش، انما عايزين نحدد قوموا لله مثنى وفرادى. يقعد اثنين كل اثنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عارف، يبحثوا كده امور وشوفوه، ولا كل واحد يقعد لوحده يقعد. وبعد قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. عال قوي. وايضا محمد ده اللي انتوا كنتوا بتسموه الايه؟ الامين. ده قبل ان يتصل به الواحد. قبل ان يتصل به ايه؟ الواحد. يوم لما يجي الوحي يخيمه يبقى طيب. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم. قال لك لان الخلق هو ايه؟ ما معنى الخلق؟ هي الصفات التي تؤهل الانسان لان يعيش في مجتمع سليم مسالم. هذا الخلق. وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم؟ وبعد ذلك لما يقولوا سحر احنا كنا ردنا عليها زمان يقولوا ساحر، ده سحر لولاد، ده سحر فلان وخلاه يؤمن، تقول له بلاش خيابة، بلاش خيابة جدل، ده جدل خائب. ليه؟ لأن يقدر اللي أنت بتقول له كده ده سحر فلان وخلاه إيه؟ يؤمن به. تقول لي طب اللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه تؤمن وينفض؟ طب ما يسحرك انت راخ، المساله ما هي السحر بقى. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن، ايه الجن اللي عنده دي؟ الجن اللي انت بتقولها دي اللي هي منتهى العقل ومنتهى الخلق ومنتهى، ان هو الا نذير مبين. ان هو الا نذير. طب هو نذير وبشير، انما دول يستحقوا مش بشير بقى، دول يبقى لهم ايه نذير وليه؟ ما لهمش بشاره. بشاره ايه؟ نعم. اولا
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ يبقى الجدل انتقل من الرسول اللي هو المباشر لهم إلى مين؟ ما هو الرسول بياخد بيدهم إلى إيه؟ إلى الإيمان الأعلى. يوم يتنقل بقى، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ التفكر إعمال عقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون، وتقول ده مخلوق سليم ومش عارف تصرفاته. إنما النظر بالكون دي ده مجرد النظرة الواحدة، مش عايزة فكر خالص. ساعة ما تشوف كده مثلا السماء مرفوعة بلا عمد، والأرض مش عارف مبسوطة، والهواء عمال والمطر ينزل لنا، عملية مش عايزة تفكير دي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ الله إذا فيه سماء وفيه إيه؟ وفيه ما بينهما، وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت الثرى. يبقى كم حاجة في الوجود؟ سماء وأرض وما بينهم وما فوق السماء وما تحت الأرض. اللي انت بتشوفه كده الظاهر ده يسموه ملك. الخفى عنك بقى اللي تقدر تجيبه بمعادلات بقى وتطلع النتائج عارف دي اسمه ايه؟ ملكوت. يبقى ملكوت. او الملك هو ان تملك، انما غيرك يملكك. انما الملكوت ما غيرك من الله سبحانه وتعالى. خد الملكوت اللي موزع ملكه على نايمك شوية وده كذا وده كذا وده كذا، لما الملكوت ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كلمة ملكوت دي معناها مبالغة في الملك، زي رهبوت الرهبة الشديدة، ورحموت وجبروت، كل دي صيغة فعلوت دي معناها صيغة الايه؟ المبالغة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الله وما خلق الله من شيء. طب السماء والأرض دي كبيرة وشايفينها وبتاع، أم قالك يا بس اللي أنت شايفه ده هو اللي فيها عظم وسر؟ ده في أشياء دقيقة جدا بلغت من اللطف أنها لا تدرك بالنظر، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. انت تشوف ساعة بيج بانج ده اللي اسمها ايه؟ شوف ساعة كم قطره وكم عقاربها قد ايه ساعة؟ اهو لما عمل ساعة ايد هي الاجهزة اللي هناك هي اللي هنا، مش كده؟ طب ولو عملها فص خاتم؟ الله، تبقى كل ما دقت ايه؟ يبقى الشيء يعظم خلقه لانه ضخم فوق ادراكات البشر كالسماء والارض. ولطيف دقيق لا تستطيع ان تدركه انت بمجرد النظر. قل لي الناموسة او الذبابة او الميكروب اللي بياخده الجسم مش فيه كل مكونات حياته؟ حتى اللي ملوش معدة عشان ياكل طعام ويمثله دم يديله القوة، يقول له لا انت ما تسعش المعدة، احنا نعمل لك ايه؟ انت تمتص دم جاهز، تمتص دم ايه؟ وتمتص من مين؟ من اللي قادر بعقله يجيب دي وياكل دي ومش عارف ايه، وتيجي الناموسة بقى تقف عليك، ناموسة وتقف عليك. ده الناموسة كلها لو كانت نيبر ما يقدرش يخلق الجلد، انما انت تفتكر بقى تلاقي زي الشعره كده بتاع دق الشعره خرطوم وراح نافد منين؟ نافد من الجلد ويقرقك. ايه دي كلها؟ ايه ده قد كده؟ يبقى ايه؟ ادي كلمه وما، مش السماء والارض بس، وما خلق من شيء، من اول شيء يقال له شيء، من اول شيء يقال له ايه؟ شيء. ما دام بقى شيء ومحكوم عليه وجوديا، انظر ايه؟ انظر اليه، تقوم تجد عنده الاجهزه اللي تديله الحياه وتعينه وتعمله، بل بالعكس تديله الات استشعاريه في ذاته صاحب العقل لا يقوى عليها. احنا قلنا زمان ان لما يجي زلزال في بلد اول ما يفر مين؟ الحمير. الحمير اللي احنا بنقول عليهم ده مش عارف ايه وايه، دول على طول نديلهم الات ايه؟ استشعار. ودلوقتي البحث في عالم الحيوان وعالم البحار يديك اشياء العقل ساعه ما يقعد كده يقعد بس يفكر فيها لازم يحصل له حاجه، ان ما كانش يستند الى ايمان هو اقوى منها.
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، مش بس كده العظمة دي اللي انت شايفها كبيرة دي ساعة بيج بن، لا، وما خلق الله من شيء. احنا قلنا ساعة ما تيجي من ديا تدلني على الايه، على البداية مهما قلت، على البداية. يمكن مثلا وما خلق الله شيئا، مثلا والذي خلقه الله شيئا، يقول لك ده شيء جايب كتير، كل ما الشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء وانت شيء، انما لما نقول من شيء من بداية ما يقال له شيء. وضربنا المثل ده ووضحناه في ما عندي مال، خلاص ما عندي مال نفت ان يكون معك مال، مش معنى ذلك يعني لما معكش جنيه ولا معك نص جنيه ولا معك 20 قرش ولا معك، انما لما تقول ما معي من مال اي من بداية ما يقال له مال ولو نص مليم. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، من كانوا هم مصروفين عن النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، يراعوا مصلحتهم في انهم ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. طب ينظروا فيه بس ازاي؟ ام قال لك الانسان جنس وله نوعين، نوع ذكور ونوع انوث، وبينهما جنس مشتبه اللي بنسميه الايه الخنثى مثلا، خلاص اهو. الاجناس دي لها افراد، افراد متعدده، الفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده. طيب الافراد دول كل واحد له ايه؟ كل واحد له خلق، وكل واحد له موهبه، وكل واحد له ايه؟ له مهمه. الحق سبحانه وتعالى ساعة يطلب منا يقول لك اياك ان تستصغر شيئا منك ضد غيرك، اياك ان تستصغر شيء منك ضد غيرك، واياك ان تستكثر شيئا منك لغيرك. فيجب عليك انك انت تعمل ايه؟ تجعل كلمة شيء دي هي المقياس من شيء. ولذلك يقول لك لما تعمل حسنة اوعى تستكثرها، هي ليست شيئا، ليست ايه؟ من واحد عمل سيئه يقول لك يعني هي عمل سيئه، فكلمه شيء لازم تحكم الايه؟ لازم تحكم الكون. انت بقى اذا نظرت هذه المساله تجد الكل ايه؟ واحد مثلا ضئيل التكوين، نقول له هو ضئيل التكوين صحيح، يعني مش عنده بصه كده في الجسم بتاعه، انما من الجائز له موهبه متين التكوين ليست عنده. يدينا ربنا فكر، يدينا ربنا حيلة، يدينا ربنا موهبة في أي إيه؟ في أي شيء. يبقى لما تنظر إلى شيء قليل في أي إنسان انظر إلى الشيء الكبير الذي فيه وهو مداري عنك، وفي نفسك أنت بالعكس، في نفسك بالعكس. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، قل إيه حكاية اقتراب الأجل دي هنا؟ قال لك أيوه، لأن إحنا مدام أفراد، يعني احنا جنسين او ثلاث اجناس الانسان، وبعدين الجنسين او الثلاث اجناس دول مكونين افراد. الافراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم اللي هيبقوا خلفاء في الارض. طب يا اخي الله يبقى خليفه في الارض ده عشان يقلب في الارض، وربنا يموته سن شهر ويموته سن سنه ويموته سن سنتين ويموته سن خمسه ويموته سن سبعه، يبقى خلافه ايه اللي في الارض دي؟ ولا يموت سقط ببطن امه؟ قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغايه من الوجود، نجهل الغايه من الوجود. ليه؟ قال لك لان غايه المتساوي لا بد ان تكون متساويه. غايه المتساوي ايه؟ دخلنا طلبه كليه الحقوق غايتهم انهم ياخدوا ايه؟ لسانس الحقوق. وبعدين قام قال لك يبقى الغايه لازم تايه؟ تبقى متساوي. طيب يا ربنا خليقهم في الكون دي متساويين في ايه يا اخويا؟ ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف، شفت فين في حاجه ابدا؟ وده سنه هيبقى كده وده سنه هيبقى كده وده يربي الى ارض العمر، مفيش حاجه والله. يبقى ايه ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غايه الوجود؟
لان قلنا غاية كل متساوي تبقى ايه؟ لازم متساوي. قلنا ما فيش الا الموت. يبقى الموت هو الايه؟ هو الغاية. ده يموت هو في بطن امه، ده يموت هو طفل، ده يموت هو فتى، ده كل ده. انما فيما بقي بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش؟ اهو اللي احنا متساويين فيه ده هو الايه؟ هو الغاية. المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه. مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت، لا يا اخويا بتموت. طب ما دام هو بيموت، طب ما تفكرش، بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض، بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء، روح مصلحتك، شوف مصلحتك انت. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك، انت ما تعرفش هيجي لك الاجل امتى. ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل، اوضح الابهام هو اوضح انواع البيان. شوف العكس، ربنا لما بده يوضح حاجه توضيح كامل يعمل ايه؟ يبهم. شوف الابهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح؟ ليه؟ ام قال لك لان الله لو جعل للموت سنا تبقى محدده انتهت خلاص، لو جعل له سببا مش كده ولا لا؟ ما في. يبقى لكن لا جعل نادي ولادي ولادي، يبقى اشاعه في كل زمن. يبقى الواحد عرضا ليستقبل الموت في ايه؟ في اي لحظه، ان لم يكن بسبب فبغير سبب. بجنون واحد يجيب سياره كده وهو ماشي يروح طلع على التلطوار ولا حاجه من غير حاجه كده. يبقى ربنا ابهم الموت ليه؟ عشان انت تقول استقبله في اي وقت. وما دام الموت هتستقبله في اي وقت، اما تستحي ان يستقبلك الموت وانت على معصيه مع الله؟ تخلو كده وانت عاصي كده، ما توقعوا على نفسك، اوعى تقول ده انا مش عيان، ده انا مش عارف ايه، ده انا مش ايه، لان في اسباب كثيره للايه؟ للموت. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت بس. ما دام مات لانه يموت يبقى ما تفكرش بقى. ما دامت المساله كده يبقى كل واحد لازم يحط المساله دي على باله ولا لا؟ نيجي نقول للكافرين، يا كافرين منكم اللي مات سنه سنه، واللي مات سنه سنتين، واللي مات سنه ثلاثه، واللي مات سنه اربعه، واللي مات ظالم، واللي مات مظلوم. بالله لو ان ما فيش حياه تانية تبقى ايه لعبه الحياه دي؟ يبقى ايه ذنب اللي معاش في الدنيا دي الا شهر ولا بتاع؟ يبقى لازم تعرفوا ان في غايه تانية تنتظركم، غايات فرديه في اجال الناس بذواتهم، واجال اجماعيه اللي هي يوم القيامه. وان عسى ان يكون قد اقترب ايه؟ اجله. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا كان هذا الحديث الذي أنزلته إليهم وفيه ما فيه من الإعجاز والإبداع والجمع لكل أنواع الكمالات، هم عايزين بقى مني يجيب لهم؟ هو واحد منهم قايل لهم كتاب ولا عامل لهم منهج ولا وضع لهم قانون من البشر؟ ده ربهم اللي عمل القانون، يبقوا عايزين منين بقى؟ مفيش أعلى من كده بقى. فكان يجب لهم إيه؟ يتقدموا. من يضلل الله فلا هادي له، يكررها كتير. ليه؟ لأن الأشياء التي قد يقف العقل فيها أو تأخذه مذاهب الحياة منها يكررها الله، زي ما الاهتمام يدق على دي، يدق على يدق على شيء معناه اهتمام به، وتكراره حتى يصادف وعيا من السامع. لانه يمكن لو قالوا مره ما كانش ذهني وياه، انما كل ما تيجي مناسبه ايه؟ كل ما تيجي مناسبه. ولذلك شوف كده لما ربنا يعدد نعمه في سوره الرحمن يقول ايه؟ أي فباي الاء ربكما تكذبان؟ باي الاء ربكما تكذبان؟ كل علشان تستطيع انك انت ايه؟ بيدوق ده على المتكرر عشان يستقر في ايه؟ يستقر في الذهن. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني ما بيرغمش واحد على انه يهتدي، لانه لما يرغم واحد على انه يهتدي كان الكون ان ما اهتداش هيخلع. لا يا اخويا عنك ما اهتديت، انت اللي اهتديت فلايه؟ زي ما قلنا حكايه الطبيب، الطبيب جه والكوميسيون وعمل مش عارف ايه وكتبوا الروجيكتور،
لما كتب الرجل دي وسيلة العافية، وما دام دي وسيلة العافية بالله، لما الأطباء يقول واحد طبيب يروح عيادته وهو خد الدواء وراح البيت ما يمشربش الدواء، يبقى عمل فصل في الأطباء ولا فصل في خيرته وإيه؟ أو كذلك منهج الله. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طب هو بيضل كده من بالمزاج كده يعني؟ وما قال لك لا، والذين اهتدوا زادهم هدى، واللي بعد عن ربنا يقول له مع السلام، انت مش عايز تكفر بيا، انا يا اخويا زين لك الكفر يا اخويا، اكفر زي ما انت عايز. ولذلك يقول لك اوعى تشرك بالله شيء في اي عمل، لان ربنا بيقول انا اغنى الشرك، لان معنى الشركه هي ايه؟ جماعه عملوا شركه في شيء، الشركات اللي بنشوفها دي، يا مال الواحد لا يكفي لاقامه الشركه، يبقى انا محتاج للمال ده وللمال ده وللمال ده. يفرض ان عندي مال ما عنديش العقل والموهبه المديره مثلا، نقول ايه نقوي ايه؟ نقوي بعض. مجرد وجود شريك لله يجعل ربنا يرفض العمليه دي، يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي شيئا فهو ايه؟ فهو له. يبقى لو يروح لخلص كده اشرك معي شيء يبقى بتاعه انا، خلاص تنازلت، وما دام تنازل الله عنه وان عن رعيته وعن قيميته عليه، يتعب ولا ما يتعبش؟ ما يتعب. من يضلل الله فلا هادي له. اذا حين يحكم الله بضلال شيء او بهدايه شيء، فلن يستطيع البشر ان يعدل على الله ليجعل شيئا من ضلال هو هدى، او شيئا من هدى هو ايه؟ هو ضلال. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم ايه؟ ما هو في قلوبهم مرض فايه؟ مش عايز انت يا اخويا، مش انت مريض كده ومش عايز ربنا؟ زاده الله ايه؟ الدخل على كيفك. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى ده يبقى للقلب، والعمى للعين. نعم. يسألونك عن الساعة أيام مرساها. يسألونك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعته، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. بيسألوه عن الساعة، أم قال لك إما أن يكون اليهود، لأن اليهود عندهم في كتابهم إن الساعة ما فيش حد يعرفها، فقال لك اللي عمل أبو العريف ده بيقول على كل حاجة، ده ما نسأله عن الحكاية دي، فإن كان بقى سايق فيها أبو العريف في كل حاجة هيقول لنا إمتى. فلما سألوه قال لا يعلمها إلا الله، قال لك ده ناصح، ده صحيح، هم فاهمين الحكاية، زوفة كلام، مش زوفة كلام، دي حق بيبلغ ولا يطعن فيه انه لا يعلم، لانه ابقى تتمة الكمال الى الكمال الاعلى. والى لقاء اخر ان شاء الله.